في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط الرابع في المجموعة الشوط الثاني لفئة القعدان من مسافة 2 كيلومتر، وأفضل توقيت حتى هذه اللحظات مع هملول السيد سعود بن عبد الله النعيمي في الشوط الأول الرئيسي 3 دقائق و82 جزء من الثانية. أفضل توقيت حتى هذه اللحظات مع سعود بن عبد الله النعيمي وهملولة والشوط الأول الرئيسي. اللي في أول المراكز زادوا عنيد للسيد راشد بن عبد الهادي الشواني مع عنيد في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز زادوا معزز للسيد شبيب بن محمد النعيمي في ثاني المراكز. ثالث المراكز تسلل مباشرة إلى أول المراكز، هذا هو شاهين السيد شهوان بن مسفر الشهواني مع شاهين في أول المراكز. رابع المراكز اللي واصل، هذا هو الواصل بدعود مكيات الواصل لسيد حمد بن منصور العطية مع الواصل في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن، هذا هو عنيد للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني في هذه اللحظات في ثالث المراكز. الرابع المراكز هذا معزز للسيد شبيب بن محمد النعيمي في رابع المراكز. خامس المراكز اللي هو رقم 7 شاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني، ولكن الواصل تسلل من العمق، هذا هو الواصل في اول المراكز يدعو ملكية الواصل للسيد حمد بن منصور العطية في مع الواصل في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن، هذا عنيد للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع عنيد في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا شاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني، ولكن الواصل مسيطر حتى هذه اللحظات. الواصل يدعون مكية الواصل للسيد حمد بن منصور العطية مع الواصل في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذا عنيد للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع عنيد في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا اللي واصل شاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني. أما اللي في رابع المراكز اللي واصل واللي بغير رتم أداء هذا الشوط، هذا هو النشمي للسيد عبد الهادي بن سيف الخياري مع النشمي، واصل بكل قوة في رابع المراكز، ولكن الواصل من الجانب الأيمن مسيطر حتى هذه اللحظات مع السيد حمد بن منصور العطية والواصل ولكن من الجانب الدوني، هذا شاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني تسلل في هذه اللحظات وانتزع المركز الأول وبيضيف نقطة ثانية للسيد شهوان بن مسفر الشهواني. هذا شاهين كما تشاهد يشاهدون على شاشة التلفزيون في أول المراكز. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد شهوان بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز. الواصل للسيد حمد بن منصور العطية. ثالث المراكز الأسد للسيد الحميدي بن راشد الأفجح المري في ثالث المراكز. الرابع التوقيت الزمني لهذا الشوط، عذرا للتوقيت ان كان معه توقيت يزعفنا بتوقيت هذا الشوط ايها الاخوه الحضور.